الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. ان انا افتكر مين بيغني الاغنيه بتاعت جت من الغريب ولا جاتش منك، وانت القريب من كتر من صغر سنك، او انت الحبيب من صغر سنك، مش عارفه افتكرهم مين اللي غنى الاغنيه دي. المهم ان احنا بنتكلم على موضوع شبه كده، شبه كلمات الاغنيه دي، انه الغريب ممكن هو اللي يبقى جدع، وممكن هو اللي يبقى واقف في الشدة ويلحقك وينجدك، وتلاقي أقرب الناس ليكي تنصل من المسؤولية تجاهك. ودي حاجة الحقيقة أنها بتعمل صدمة مضاعفة، لأن اوريدي أنت بتبقي في صدمة أصلا، فأنت محتاجة حد معاكي. فالصدمة خدتيها الأولانية، والصدمة التانية اللي ممكن تكسر الظهر أنه اللي أول حد بتلجئي له بيقولك لا معرفكيش. فاحنا عايزين نفهم السيكولوجيه بتاعت القصه دي ليه؟ لانه هو انا للدرجه دي عشت عمري كله مخدوعه؟ هو انا للدرجه دي مثلا يعني انا مثلا احيانا الاسره الواحده يطلع منهم حد كده، احنا ما كناش عارفين انه للدرجه دي، احنا الشخص ده اللي خلى باخواته، اللي خلى بامه، اللي يعني ابن عم، اخ، زوج، زوجه، هي للدرجه دي كانت وحشه كده؟ هي الاخت دي كانت وحشه كده؟ ازاي انا ما عرفتش؟ ولا بيبقى في ساينز من الاول؟ في بيقول لك يعني حاجه زي مقوله كده بتقول لك ايه، شكرا يا شده ان انت عرفتيني العدو من الحبيب. انه في وقت الشده الناس زي ما انت قلتي بتتغربل، وفجاه يظهر لك بقى مين اللي واقف معاكي وفعلا يعتمد عليه، وممكن ربنا يبدلك بحق يعني اخت، يبدلك باخت تانية تبقى اجدع من اختك اللي من امك وابوكي. احنا عايزين نعرف منكم قصص، لو واجهتوا حاجه زي كده وتعاملتوا مع الناس دي بعد كده ازاي، وايه اللي يخلي حد يبقى قريب قوي كده ويبقى كويس قوي ويبقى مفيش بينكم وبين بعض حاجه، بس ساعه الشده يقول لك اصل انا مش فاضي، عايزين تطلب اسعاف وتعالى معانا، يقول لك ايه خلاص روحوا وانا ابقى اجي لكم، روحوا وانا ابقى اجي لكم، حاجات كده كتير. مروه الصعيدي اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دعاء. احكي لي الموضوع ده بالصوره دي، وانت بتقولي قصص كتيره قوي حكيت لك القصص ده. في قصص كتيره جدا جدا يا دعاء، وعمرك ما هتعرفي البني ادم الا لما يحصل اختبار. لازم يحصل اختبار علشان تتاكدي هو فعلا زي ما انت متخيله ولا لا. بتحصل مع معظم الناس طول الوقت. يعني حد مثلا يبقى لازق قوي في دعاء عشان هي مذيعه ومحبوبه ومشهوره، ودعاء مثلا بطلت تبقى مذيعه، ليهم بعده ابتدوا يقولوا كلام مؤذي. ليه؟ لانه ما حصلش الموقف، طول ما هي شغاله ومذيعه ما حصلش الموقف. انا مثلا بطلع مع دعاء وبتاع، فجيت مرضت وخدت اجازه 3 شهور، تلاقي ناس تقول لك لا والله احنا معلش احنا مضطرين نبعد شويه علشان نحافظ على سلامنا النفسي، لانه احنا كنا عارفينك انت القويه اللي مش عارفه ايه، فاهمه قصدي؟ طب يا جماعه انا محتاجه مساعدتكم في كذا، ما يردوش، يعملوا لك يعملوا جوستنج، هم اختفوا. اللي بيحصل بقى ساعتها انك بتتفاجئي ان في ناس ما كانوش في نفس درجه القرب ابعد شويه، هم اللي بيجروا عليكي يساعدوكي، هم اللي بيجروا عليكي يسندوكي. بتحصل جدا لما يكون حد مثلا ناجح في شغله وعنده دخل محترم، وبعدين يبتدي يحصل له ازمه ماديه او ازمه ماليه، فتلاقي الناس ابتدت تبعد، الناس ما بتردش، حد يساعدني، حد يقف جنبي، لا الناس مش عارفاه. يبتدي بقى اكتر ناس عمرك ما تتخيلي انهم يساعدوه هم اللي بيساعدوه. طيب هو ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل عشان انا عندي دواير من الناس في حياتي انا متعوده عليهم، وشايفه منهم احسن معامله واحسن اخلاق، لانه ما حصلش الموقف اللي يهز الصوره دي. كل واحد فينا يا دعاء، كل واحد فينا كل سنه لازم يحصل له موقف او اختبار او ابتلاء شديد يغربل الناس اللي حواليه، لانه في النهاية ربنا بيحفظ لك العلاقات اللي تستحق وجودها في حياتك. لازم كل سنة قبل رمضان كمان على الاقل انا والمحيطين بيا بنكون جبنا اخر اخرنا من ازمات نفسية وصحية، وبيجي كأن رمضان بيغربل كل ده ويغسل كل اللي فات، وتبتدي من اول وجديد على نظافه.
اي حد هيقعد مع نفسه بعد الحلقه وهيفتكر الكلام اللي انا بقوله هيلاقي ان ده لازم بيحصل له في السنه مره او مرتين على الاقل. بيحصل لك ابتلاء او شده لانه في ناس ما ينفعش تبقى موجوده في حياتك، في ناس ما تستاهلش انها تكون موجوده في حياتك. هتيجي ناس تانيه دعاء تبقى زعلانه قوي، انا بعمل لكل الناس وبدي كل الناس. حط في بالك ان انت ما بتعملش للناس، انت حوشت في بنك عند ربنا. فعشان كده بتترد لك بس من حد تاني خالص. حد عمرك ما هتتوقع في حياتك ان هو يردها لك. ليه؟ لان انت مش مركز معاه، انت مش شايفه، انت حاطط في حساباتك بس الناس القريبين. زي ما بنقول ايه، انا مكتفي بالدايره اللي حواليا. طب لما جت الشده وغربلتهم ابتديت تشوف الناس اللي ابعد. طيب خليني اخد اتصال من ياسمين ونسمع قصتها ايه. ياسمين اهلا يا دعاء، ازيك؟ اهلا بيكي. إيه؟ الحمد لله تمام. احكي لي القصه دي واجهتيها. وبسلم على مروه طبعا. مروه دي يعني الحب كله، كلنا بنحبها، ليها كلمات كده يعني بتبقى في الجون، عارفه؟ طبعا. تسلم يا ياسمين. اه والله، يعني عايزه اقول لك بقى حاجه هي قالتها في اخر جملتين دي حقيقه، ان هي بتيجي من بتيجي من حد مش متوقعه خالص خالص. وهو ده العوض بقى اللي هو جميل، ودايما اقول عوض ربنا ده ما فيش احسن منه. وما فيش حاجه بتروح عند ربنا، بتروح عند البشر عادي يعني. دايما الواحد يقول الناس بتخذل عادي يعني. واقول لك حاجه يا دعاء، ابسط مثال تقريبا حصل لمعظمنا ساعه الكورونا. كل واحد فينا جاله كورونا فاتعزل، قعد بقى هو والحيطان، هو وكل حاجه غريبه بتجيله، اوهام وحاجات بتضايقه. تلاقي ناس بقى ايه تقول لك ابعت لك شوربه، ايه ده انت ازاي؟ تلاقي حد بعت لك ورد بيسال عليكي وانت متوقعه ناس قريبه ولا انت في دماغهم يعني، تموتي تروحي تيجي. فدي من المواقف اللي كانت بتبقى تقيله بتشوفيها وانت حيه يعني، كان الواحد بيشوف لما يموت مين هيزعل عليه ومين هيبقى مبسوط. بس كده كده يعني انا عندي يقين ان احنا كده كده المفروض كلنا نتعلق بربنا بس. والله البشر دول احنا كلنا اسباب في حياه بعض. اجي اقعد معاكم يعني، ايه رايك اقعد يا مروه؟ والله بقول كلام عظيم. نورتي، ميرسي ياسمين، ربنا يكرمك. هي قالت حته في الاخر اللي هي الاستغناء، انه انا اتعلق بربنا وخلاص. يعني انا يبقى عندي حته كده ايه، ان انا ما اتعلقش بالاشخاص اصلا. هل دي اقدر اعملها؟ بس مثلا يعني انا ايه، خلاص والله جدع كتر خير الدنيا وزي الفل، انما ما استجدعش معايا او ما استجدعتش معايا ما تصدمش. هل دي اقدر اعملها؟ طبعا تقدري تعمليها جدا لما تعرفي انه الموقف ده لما حصل او الاختبار ده حصل عشان يعرفك البني ادم ده عامل ازاي. خدمك كان بها، ما خدمكيش ما تستنيش منه تاني. ما تقعديش متعلقه ان هو اكيد كان عنده ظروف ويمكن المره الجايه لا. احيانا الاختبارات الشديده دي يا دعاء بتيجي عشان انت متعلقه قوي ومتعشمه في بني ادمين، فما ينفعش اتعشم في بني ادمين. بس للاسف عايزه اقول لك على حاجه، واضح ان ياسمين مرت بتجارب وخبرات كتيره قوي مع البني ادمين وصلتها انها ما تتعلقش بحد وتسيبها كده يقول لك انا ماشي في نور الله، تتعلق بالله. هي سهل تستغني، بس سهله امتى؟ لما تمر بفتره طويله من الخذلان في الناس، وخصوصا لو انت متعوده تدي قوي وما تاخديش في المقابل. طيب جات لي مره رساله من يعني واحده بتحكي لنا انه هي قطعت خلانها مؤخرا بعد سنين طول الوقت بتتكلم انه خلانها دول دي حاجه مفروغ منها، ده احنا. وحكيت لي قصة الحقيقة غريبة جدا، قصة ان الام كانت كتبت كل الحاجات بتاعت والدها باسمها، بتاعت والدهم والد البنات باسمها، وقالت له، والراجل كان جوزها كان طيب جدا وراجل طيب جدا، وقالت له ايه، معلش عشان انا لو حصل لك حاجة، هو كان اكبر منها بكتير جدا، لو حصل لك حاجة اعرف اتصرف في حاجة البنات وكده. قال لها طب ما اخواتك؟ قالت له لا، انت هتجيب اخواتي زي اخواتك. شوف ربنا ما بيتعاندش. واصلا موضوع ان هي تخليه يكتب لها، وراجل كان طيب ووافق لها، هي ماتت الاول على طول يعني، هي خلعت بدري بدري وراجل اكبر منها بكتير. ولما توفت كل حاجة باسمها، ف الجد كان موجود، الاب ابوها كان عايش، فلما ابوها عايش فحجب اخواتها.
فابوها كان راجل كبير عنده حاجه و90 سنه، بقى يعيط وازاي وبنته ماتت فجاه، كان عندها 60 سنة. اول ما تمت 60 سنه توفت. فالراجل قال لهم ايه، انا الميراث اللي انا خدته من البنت انا هكتبه لكم بيع وشراتين. فكتبه لهم، قالوا له لا وليه وما تكتب، قال لهم لا 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 انا مش هورث من بنتي. وقام ايه يظهر ورث شاليه منها وكل الحاجات دي بتاعت جوزها، يعني هو اصلا كل الكلام ده بتاع جوزها. فالمهم قال لهم انا هكتب لكم الشاليه ده بيع وشراء اللي هو ورثه من بنته، وانا مش عايز حاجه. وبعد ما كتبه لهم عقد ابتدائي مات، فما هم ما كانوش ما لحقوش يسجلوه في الشهر العقاري. بعديها بسنين هم مش مركزين جايين يبيعوا البيت، فقالوا لهم لا في الشهر العقاري ما ينفعش، ده عقد بيع ابتدائي فلازم تعملوا صحه توقيع. قالوا ماشي نعمل صحه توقيع. فالورثه اللي هم خلان البنت المفروض ايه يمضوا لانه خلاص هم كانوا حاضرين كل حاجه وعارفين ان الشاليه ده بتاع الراجل. قالوا لهم لا احنا مش هنمضي، احنا هنورث في ابونا. فالبنت قالت لهم ايه، خالو انت كنت قاعد، انا كنت قاعده معاكوا وشايفه ده جده قال مالناش فيه، احنا هنورث في ابونا. فطبعا بتقول لي المحصله ان احنا قطعنا خلاني، قطعناهم خلاص، هما كانوا جشعين جدا وفجاه ظهروا. ماما كل الكلام اللي ماما كانت بنياه على الناس دي ان هما جدعان ودول اللي هيقفوا في ظهر ولادي ودول اتهدوا قدامنا كده، نزل زي التراب. وقامت قايله لهم ايه، يعني حصلت مشاكل، والمشاكل نتيجتها ان هم قطعوا خلانهم لانه خلانهم كانوا جشعين جدا، وراحوا المحكمه وعملوا صحه التوقيع رغما عن خلانهم، لانه اثبتوا ان الراجل، معرفش اثبتوها ازاي بس اثبتوا انه دي امضه الراجل وكذا وكذا، وباعوا الشاليه وكده. فبتقولي في النهايه هم ما خدوش حاجه في الدنيا وخسرونا في الدنيا، ومعرفش بقى هم شهادتهم الزور دي ان هم في الاخر هتتحسب ازاي. فتخيلي لما يبقى، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انه ازاي احنا نبني ثقتنا قوي كده وفجاه تلاقي الناس دي طالعه لا تستحق، مش ثقه، لا تستحق اي شيء. طول ما الاخت كانت عايشه ما حصلش الموقف اللي يبين رذيله من رذائل البني ادمين السبعه. احنا عندنا سبع رذائل، منهم الجشع اللي احنا بنقول عليه الطمع. تمام؟ زي كمان الفضول، يعني انا مش فاكره السبع رذائل قوي، بس السبعه دول ربنا خالقهم فينا، دول الافه بتاعه البني ادم. طول ما انت عايشه طالما ما دخلش افه من الافات السبعه دي فاحنا كويسين جدا. اول ما الست ماتت فالافه دي تدخلت فبوظت وهدت، نزلت الصوره زي التراب. طول ما انت عايشه مع اخواتك انتوا كلكم كويسين مع بعض، حصل لك حاجه او حصل لك موقف كل ده بيقع بيتهد كله. ونفس الحكايه هتلاقيها دعاء لما ست جوزها بيتوفى، اهله بيبقى كويسين جدا جدا معاها. اول ما بيتوفى كام مره جالنا تليفونات ان الاهل بيتحولوا، اهل الزوج بيتحولوا او اهل الزوجه بيتحولوا، واهلها هي شخصيا اهو متحولوا. طب خليني اخد ناديه. الو الو اهلا بيكي. الو اهلا بيكي يا ناديه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا بحبكم في الله. الله يكرمك ويبارك لك. عندك قصه والله. الله يخليكي. انا وطي التلفزيون بس واتكلمي على طول. حاضر يا حبيبتي. بصي احنا اربع بنات واربع صبيان. ها اربع صبيان واربع بنات. فلنا اخت جدعه قوي يعني فينا. تمام. خدمت اخواتي كلهم بصراحة، يعني من الكبير للصغير للبنات للأحفاد لكله كله. أما جت وقت اتجوزت اتطلقت لقت البيبان دي كلها مقفولة قدامها. كلها مقفولة قدامها، تروح هنا تقول له يقول لها المالكيش مكان هنا. السبعة الباقيين السبعة احنا ثمانية. هي السبعة، هي اتطلقت هي اتطلقت. السبع اخوات عندها. السبع اخوات قفلوا البيبان في وشها. والله طيب. والله
وعيالهم كمان. انا اخت من اخواتها. وقفلتي الباب في وش اختك؟ انا اخت من اخواتها. اخت. فانا ماليش بيت، انا قاعده عند عيالي. فهي مش لاقيه اي بيت يتفتح لها الا البيت اللي انا قاعده فيه اللي هو ابن ابني. وابني ده معاه ست عيال. يا لهوي. وقاعدين في اوضتين وصاله. وربنا يعلم احنا عايشين ازاي. والحمد لله انا بحمد ربنا عليه. والله العظيم ما سابت حد الا ما خدمته بفلوس وصحه وفرش وطلاق وجواز وفرش شقق وعزايم. بقول لحضرتك ما سابتش اي حاجه لما عملت. طب وهم هم ايه مبررهم؟ ما اعرفش. دلوقتي هي ليها نص شقه. يعني هي شركه هي واخت تانية، التانية ماتت. هي لسه شقه. طيب. فمش لاقي حد خالص بقى يحتويها الا ابني. فكتبت له نص الشقه دي. هي عندها اولاد؟ لا ما عندهاش اولاد. هي جابت سته وماتوا. يا عيني يا بنتي. جابت جابت سته وماتوا. فهي مش لاقي حد يحتويها الا ابني. وابني والله العظيم ربنا يعلم بيه. يعني الحمد لله برضه مستوره الحمد لله. فهي لما جت طلقت خدت قرشين من جوزها. فهي انا بصرف عليها منهم وبيني وبينها ربنا. انا ما بقبلش اي جنيه من فلوسها على عيال ابني. وقعد ملك الشقه نص الشقه دي كتبتها لابني. جازات اخواتها ايه في اللي هم عملوه فيها؟ وابني جازاته ايه ومن حقه نص الشقه ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ ربنا يبارك لك يبارك لكم. والله ابني معاه ست عيال، اتنين في كليه واتنين ثانويه واتنين اعداديه. وربنا عالم هو عايش ازاي. ولسه عامل عمليه الغضروف في ظهره وبينزل ويشتغل في عمليه. طب وهم يمكن بيقولوا احنا مش معانا فلوس او محتاجين او كده او ما عندهمش امكانيه يساعدونا. لا 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 كلهم مبسوطين والله. شكرا ليكي يا ناديه، شكرا ليكي. ربنا يعني يكرمكم على وقوفكم جنب اختكم. بس بصي بقى، شفتي يعني طبعا. بصي بصي بنسمع قصص كده انه مثلا شوفي يعني هو ابن اختها مش اخواتها. لا مش اخواتها، يعني هو 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 واقف مع خالته. هو واقف مع خالته، يعني كان الاقرب الاخوات. لا هو هو بعدهم. فدايما الابعد هو تلاقيه هو اللي جه ووقف وساعد. والابعد وزي ما احنا بنقول في مصر ما بتهونش غير على الغلبان. انا مش قصدي غلبان فلوس معهوش. لا هي فعلا كده. هي ما بتهونش فعلا غير على الغلبان، لان هي بتقول لك هو عنده ست عيال وعامل غضروف وبيشتغل وبيصرف على امه ومحتوي خالته وعياله. تمام. في حين ان ممكن يكون واحد من الاخوات التانيين ميسور الحال جدا، بس لا انا ماليش دعوه هي تصرف نفسها. ليه بقى؟ لانها طول ما هي كانت بتدي وفاتحه البيت وشيلانه كانت حلوه قوي. هتيجي بقى تاخدي من عندنا؟ لا كل واحد على قده. في ناس ده تفكيرهم يا دعاء. ففعلا الشده زي ما انت قلتي بتعمل صدمتين. بتعمل صدمتين، صدمه في ان انا فجاه الحال اتغير، والصدمه الاقوى ان المفروض ان اللي هيشيلوني ويدووني ما بقوش موجودين. فكاني بدل ما اقع من الدور الخامس وقعت من الدور ال 15. فالصدمه بتبقى مضاعفه فعلا. بس بنتجاوزها. المفروض تتجاوزها ازاي في 1 2 3؟ لانه يعني وصلنا نهايه الفقره. تتجاوزها ازاي؟ تتجاوزها ازاي؟ ان انا لما اجي اعمل حاجه يا جماعه اعمل لله مش للناس. ودايما حط في اعتبارك اول حاجه انا مش هلاقي ايد تسندني غير ايدي او ايد ربنا. وبعدين توقع ان اللي هيسندوك هم الناس البعيدة مش الناس القريبة. يعني لما تيجي تركز في الناس اللي هتساعدني ما تستناش الدائرة القريبة قوي عشان ما تتصدمش. ولما تلاقي الناس البعيدة ده يخليك مبسوط أكتر. وتحمد ربنا إنه حطك في الاختبار ده عشان يغربل الناس اللي حواليك. يغربل الناس اللي كانت معششة عليك وهم معششين عشان إيدهم تحت بياخدوا بس. وهو ده يعني دي كلمة السر في أي حاجة. إحنا بنعمل لله بس. وحده فقط، مش علشان حد يقول لنا شكرا، مش عايزين الشكرا دي حتى. شكرا ليكي مروة الصعيدي. عندنا فاصل قصير ونعود.